الاقتداء بإمام الحرم في الصلوات الخمس. فهناك من طرح طرحا بأنه يجوز الاقتداء، ونظر ذلك على كلام لبعض الفقهاء المتقدمين، ولكن هذا محل نظر، وكلام الفقهاء المتقدمين لا ينطبق على مسألتنا بحال. ولو قيل بجواز ذلك لقيل للناس في جميع أنحاء الكرة الأرضية صلوا مع إمام الحرم، خاصة الآن في قناة القرآن الكريم تنقل جميع الصلوات، صلوا مع إمام الحرم، وبذلك مليار ونصف كلهم يقتدون بإمام الحرم ويصلون معه. مثل هذا لا تأتي به الشريعة. ثم أين أنت من الحرم وبينك وبين آلاف الكيلومترات؟ وعلى هذا نقول إنه لا يشرع الاقتداء بإمام الحرم لمن كان بعيدا، ولو كانت صلاة الحرم منقولة عبر البث المباشر. طيب، من الذي إذن يقتدي بإمام الحرم؟ الذي يقتدي بإمام الحرم من كان قريبا من الحرم، كمن يصلون في الساحات المحيطة بالحرم، أو في مصليات الفنادق المطلة بالحرم ما داموا يرون بعض المأمومين، فهؤلاء هم الذين يقتدون بإمام الحرم. أما من كان بعيدا عن الحرم بآلاف الكيلومترات فلا يسوغ له أن يقتدي بإمام الحرم، بل الصلاة في هذه الحال باطلة ولا تصح، والمسلم ينبغي ألا يعرض صلاته للبطلان، حتى وإن قال بهذا من قال من بعض طلبة العلم، لكن أكثر العلماء المعاصرين على بطلان صلاته. وأيضا يعني أقول أيها الإخوة، ينبغي أن يكون لدى المسلم الورع، يعني إذا كنت ستصلي صلاة أكثر العلماء يقولونها باطلة لا تصح، كيف تقدم عليها؟ ولماذا لا تصلي صلاة جميع العلماء يقولون أنها صحيحة؟ فإذا هذا الاقتداء بالحرم عن طريق البث المباشر عبر التلفاز وغيره نقول إنه لا يصح.